بلاي ويز فويس ريكوجنيشن. انا بعد اللي عملته المره اللي فاتت ندمت اني شغلتها. بس في ناس قالت لي ان انا اقدر اكلمها من المايك، والكلام كان مكتوب قدامي هنا اصلا بس انا ما خدتش بالي منه. ده اياته مش عارف اخوها ولا النسخه الولد منها ولا ايه بالظبط. هنجرب الاخ ده، بنشوفه عايزين نشوفه بيعمل ايه. Are you here? Can you hear me? ده انجليزي ليه يا مرسي؟ حاسه هينط عليا. اياته كان يو هير مي سبيك بيت. طيب هو ما بيردش علينا لسبب ما. هل هو هنا؟ انا عايز اشوفه بيعمل ايه لما يقتلني. بيقول ايه؟ اهو ازيك يا عيط وعامل ايه يا اسطى؟ انت ماشي بالراحه ليه كده؟ هو انت ليه ماشي بالراحه؟ يا ريتني ما اتكلمت. وانت عامل ايه؟ بص بص بص، ايه ده؟ في ايه؟ انت ليه بتتساهل معايا كده؟ تصدق شايف 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 الفرق؟ بص راجل راجل محترم، انما عيانه كانت بتديني فرصه. انا عايز اشوفه بيقول ايه لما يقتلني. تعالى. If I can't have you. ايه ايه ده؟ في ايه؟ No one can. لا انت كده شايز حضرتك. جاي. تمام، احنا شفنا اياته بيعمل ايه. هو بس بيغير شكل الشخصيه اللي بتجري وراك والكلام اللي هي بتقوله، لكن هي هي نفس اللعبه ما فيش حاجه. فاحنا نرجع لايانو تاني للاسف. هتوحشنا والله اياته. ونلعب بقى اللعبه. انا نسيت اللعبه دي كانت بتتلعب ازاي اصلا اخر مره لعبتها، ما بتلعبتهاش تاني من ساعتها. ايانو ايانو كان يو هير مي؟ ار يو هير؟ انت يا ولاد. هلو هلو ايانو، هلو اي ام فيري فريندلي، اي جاست وونت اعدي بس. معايا مفتاح واحد واحد. ضحكه ضحكه جديده انا اول مره اسمعها. انا لازم ابطل اتكلم عشان هي بتعرف مكاني. بص انا هعرف لو هي قربت مني بالظبط. محبش ارجع لان بلاقيها في وشي، انها بتبقى ماشيه وراك بنفس الطريق اللي انت جيت منه. بس هجرب حظي. واحد ستة اهو. عشان كده كانت بتقول لي دونت بلاي جيمز وزميل، ان انت بتنده عليها عشان تعرف مكانها وتضحك عليها وتستخبى. اكزت. بس كده اللعبه سهله. انا مش عارف انا ليه تعبت اول مره خالص. انا لحد دلوقتي ما قابلتهاش، ما شفتهاش ولا مره، وهربنا خلاص. ايزي. بس خلاص ياه، ده انا الفيديو اللي فات كان ممكن اخلصه في 5 دقايق. طيب عايزين ننوع، هنجرب نعملها على هارد المره دي ونشوف ايه الفرق. هل هي هتبقى اسرع مني؟ هل هي هتبقى عندها حاجه جديده؟ يما بص، انت لما تسمع الصوت ده تلف على طول، ما تستناش لما تشوفها. رب بس ما تكونش الصوت ده كان من ورايا وانا رايح لها دلوقتي. هي اسرع مني؟ هو ده الهارد؟ يا رب الهارد يكون بيخليها اسرع مني، على الاقل هيبقى في تحدي. هي قريبة شوية عن الأول، فعلى ما أعتقد ده بيخليها أسرع مني. ما تكونيش هنا، ما تكونيش هنا، ما تكونيش هنا. هي فعلا هنا. ها ها ها، ورايا ورايا. أنا سامع صوت ضربات قلب. ليه؟ أنت جاي منين؟ أنت جاي منين؟ عيب عيب. إيه ده؟ ما أنا خلاص، ما أنا أخلص من سايكو الجيل. أنت ما كفاية كمبرة يا جدعان، اتحركي. مش هبص ورايا، مش هبص ورايا، مش هبص ورايا، مش عايز اعرف، مش عايز اعرف، مش عايز اعرف، مش عايز اعرف. 4-1 مش 1-4. لا يا بنت غدارة. مش مهتم. حدفت سكاكين على غفلة. طب اي قلبي قلبي قلبي، الله يخرب بيت امك. طب هي اول رن كانت سهلة، ليه اشمعنى انا بعاني المرة دي؟ بعد كده 4-5. فين هنا؟ ماشي ورايا. 4-5 عدى. ايوه ايوه، خليكي واقفه كده. ايه اكيد مكمبره صح؟ صوتها قريب جدا. طب انا اقرب كده من هي هنا. افتح لك طيب ولا ايه؟ عايزه تخشي؟ ايه ده؟ ايه؟ سلكتها. مش عايز اعرف هي فين، مش عايز اعرف هي فين، مش عايز. عارفه لو حدفت سكين. 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4. ايوه سريعه سريعه سريعه. 3-4 3-4. والنبي ما تهدفيش سكاكين. 3-4 3-4. انا ليه حاسسها اسرع مني؟ ليه القلب لسه بيدق؟ هموت، حاسس اني هموت. مش عايز ابص ورايا، انا ماشي جنب الحيط عشان الحق اوطي لما هي تهدف سكاكين. اوكي انا هربت منها شويه. 3-4. ايوه في السكه اهي جايه. بس نكمل مكان ما احنا كنا ماشيين.
all for myself, senpai. كنت حاسس كنت حاسس كنت حاسس انا هتمسك، انا عندي احساس صغنون اني هتمسك. انا هاها ايزي دادج هدفتها متاخر قبل ما الف بالظبط. بس دي لسه قريبه مني. انا عايز اركب مرايات. 4-1 ده هنا. الحمد لله من هنا. ايه ده انا ضيعتها. 1-5 هنروح لواحد خمسة. ده انا ضيعتها، ده معناه انها لفت وممكن الاقيها في وشي دلوقتي. بالظبط لسه كنت بقول ايه. بتضحكي ليه 1-5 اهو. هنروح 1-2. يا رب تكون ورايا ما اكونش رايح لها. بس انا هلف لفه كامله. شكرا، انا مش هحاول اعدي من جنبها خالص. الحمد لله بطلت. انا مش مستخبي، انا بجري في الطرقه. هو ايزي دوج كيدي. تاني مره تهدف سكاكين. المفروض ان عندها كول داون. امشي وانا مطمن بقى ما الزقش في الحيط. يا لهوي ده انا لف لفه كامله. ليه المفاتيح بعيده عن بعض كده؟ اوكي دي بعيده عندي، مش بعيده خالص، مش بعيده خالص. مبسوطه. ادي 2-2. استدي روم. يا لهوي هنروح في النص. انا كانت عجباني الاستراتيجيه اللي انا كنت ماشي بيها. مش عايز اروح في النص. فين الاستادي روم دي؟ تهدفيش سكاكين، انت قريبه مني. ما ينفعش تهدفي السكاكين وانت قريبه مني. يلا يا جزمه. ليه تاني؟ الله يخرب بيتك. ليه ان شاء الله. دي هدفت مرتين ورا بعض. استادي روم معايا الاكزت. نهارك لذيذ يا بنت الكلب. وقفالي عند الاكزت. مش بقول لك كامبوره ليه كده؟ بس احنا كسبنا، احنا كسبنا ان شاء الله ان شاء الله. من هنا من هنا صح؟ يا رب انا ماشي صح. ايوه ها. اوف ها ها. الله يخرب بيتك. عايز اشوف هيحصل ايه لو شافتني وانا بستخبى. بلاش ايانو ايان. هنا انا هنا. انت يا زفتك. انا فعلا مستخبي. ايه ده؟ ايوه شايف الضرفه دي. ايه ده؟ if i can't have you. لا بعد اذنك انت خرمتي. مش كده. لا لا ما ينفعش تخرمي الضرفه. نجرب تاني عشان انا استخبيت متاخر. انا نسيت ان انا لازم اخش جوه الضرفه واقفل على نفسي. انا فتحت الضرفه وقفلتها تاني على اساس انه يدخل لوحده. يلا تاني. يا ايوه طالما القلب بيدق يبقى هي شايفاني. اهي اهي انا مش هنا. طب ايه الهدف من انك تستخبى؟ طب يمكن عشان هي شافتني وانا بستخبى. اما اجرب استخبى وهي مش شايفاني. يخرب بيت اللي انا شفته ده. ايه ده؟ لا انا اتزقيت بره الضرفه، في حاجه زقتني. اوعي هش هش. ممكن تكون سمعت صوت المايك. الحمد لله. ايه ده؟ دي قفلت الكهرباء. انت اللي بتلعبي. قفلت اشغلها ازاي؟ ياما. ليه كده؟ ليه؟ ابو شكلك. ثانية عشان عايز اعرف موضوع الكهرباء ده. هي كانت جاية جارية عليا. ثانية واحدة، عايز اعمل حاجة بس كده قبل ما اكمل. ايه ده؟ هي انا بقت بطاطس. عايز اقفل الفويس ريكوجنيشن ده خالص. ما اقدرش اقفله. طيب انا قفلت اللعبة وفتحتها تاني. نو. وعايز اخلي اللعبة بطاطس. عايز اشوف بس ايه اللي هيحصل.
تحس ان الدنيا نورت. انا كده انا كده اقدر اشوف. ياه ايوه كده يا عم، الواحد كانش شايف حاجه حرفيا، ما كنتش شايف حاجه بجد. ده في دم وحاجات، انا ما خدتش بالي من التفاصيل دي كلها. انا اول مره اقلل جرافيك لعبه واشوف تفاصيل اكتر بعد ما قللت الجرافيك. اهي ده انا شايفها اهي قبل ما هي تيجي. ثانيه ايه ده؟ دي استنى ايه ده؟ لما بديها طول ما انا باصص لها بتستخبى، لما بديها ظهري بس كروس كده هتطلع. بص انا ما كنتش هاخد بالي من الحاجات دي بسبب الضلمه، من دلوقتي بقيت شايف كويس. ها خالة يا ويس لسه استخبي. لا 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 قفشتك. انا خايف مرة ابص عليها الاقيها مكملة ما ترجعش تاني. طبعا دي لو كانت سايكو كانت هتتشعلق فيا عادي جدا وكيوت خالص، انما دي هتحط السكينة في انا هجرب اعمل نفسي مش شايفها وهي بتتسحب كده اشوف هتعمل ايه. مفاجأة مش كده؟ هو ده اللي انا كنت خايف منه. طب عايزينها تطفي الكهرباء تاني. اوكي ثانية احاول استخبى منها. انا قافل صوت المايك فانا هتكلم براحتي. دي كانت شايفاني لما انا استخبيت المرة اللي فاتت. اوكي لازم اكون بعيد عنها قوي عشان استخبى. لو استخبيت لو شافتني وانا بستخبى بتقتلني. مثلا استخبى هنا. انا عاوزها تقفل الكهرباء تاني. ماشي على قشر بيض. اوه اوكي طفت الكهرباء. حلو لما بتستخبى كتير بتدفع عليك الكهرباء. هي جايه طالما بتجري كده يبقى هتموتني. يا رب هتموتني، عارفه مكاني. ايه ده وقفت ليه؟ الله يخرب بيتك. على فكره هي كانت عارفه، هي كانت عارفه وعملت نفسها عبيطه. انت تقريبا ليك فرصه واحده بس تستخبى وما ينفعش تستخبى تاني. انا حاسس كده. كهربا من هنا؟ لا. شغل الكهرباء ازاي؟ انا اقدر اشوفها وهي جايه من بعيد. يا جدعان ايه ده؟ ده لهوي. انا ليه ما كنتش مقلل الجرافيك كده على الهارد مود؟ طيب في اوضه كهرباء اكيد اكيد في طريقه ان اقدر اشغل بيها ايه ده؟ في مفتاح هنا. هدف مش ناوي تهدفي سكاكين ولا ايه؟ هوبا ماشي استادي روم. هي اكيد الكهرباء مش في الاستادي روم ده اكيد يعني، ودي المكتبه. انا ايه اللي فايتني؟ انا عندي احساس صغير بيقول لي انها في الروم اللي انا كنت فيها في الاول خالص، اللي هي الاستورج اللي هي قدامي اللي انا رايح لها دلوقتي. دي جايه. طب بسرعه بسرعه، في حاجه هنا؟ لا مفيش. كنت حاسس شكلها مش بيخوف قوي، يا شبه البطاطسايه كده. يمكن دي الميزه الوحيده للجرافيك العالي. يا اهلا وسهلا اهلا. مش بقول لك عارفه وعامله نفسها عبيطه؟ انا عارف. دي حاجه انا نسيت اقولها لكم برضو، في حد قالها لي في الكومنتات ان انا اقدر استخبى تحت الديسك. يا جدعان انا ختمت اللعبه 3 مرات، مرتين على نورمال ومره على هارد، من غير ما استعمل من غير ما استخبى اصلا، من غير ما اعرف الحاجات دي كلها، من غير ما اعرف ان انا ممكن انده عليها عشان اعرف مكانها، من غير ما اعرف ان انا ممكن استخبى تحت الديسك، من غير ما اعرف ان انا ممكن استخبى جوه الجلاد. انا كان فايتني كتير قوي. انا فعلا كان لازم العب اللعبه دي تاني واجرب الحاجات اللي فاتتني. نحاول نهرب كمان مره. طيب ايه دي؟ استوديو روم. استوديو روم. انا هحاول ما اجريش عشان ما تعرفش مكاني. في حاجه هنا بنشغل منها كهربا. السلام عليكم. هاي ابعد عني ابعد عني ابعد عني. هو اوكي اوكي انا مش في الفصل. لا لا هتموتني 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 هتموتني. هي جنبي هي جنبي بالظبط. اوكي دي كانت ماشيه بالراحه، ادتني فرصه كتر خيرها الحمد لله. اوكي هي طلعت احسن من سايكو في حاجه واحده بس،
ان انت لما بتتكعبل ما بتجريش عليك عشان تشدك من رجليك. يا اما انا كان حظي حلو وهي كان المفروض تموتني، الله اعلم. انا قلت انا خسرت خلاص. طب حلو احنا لسه قدامنا فرصه كمان. هي ما حدفتش سكاكين ولا مره لحد دلوقتي. طب ما الارقام جنب بعض اهي في الهارد، تقريبا الارقام بتبقى متلخبطه. ايه ده ليه كده ليه كده؟ طب لا 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 لا، ايوه انا باصص لك. ايوه روح استخبي بس. يا برودك انا فصل اللي انا فتحته كان 2-4، عايز افضل فاكر عشان ارجع له تاني. 2-4 انا قدام عينك، بلاش غباء. ها اوكي، كل شويه ابص عليها عشان اوقفها. ها بص، انا ببص عليها بتمشي بالراحه او تروح تستخبى. انا كل ده كان بيحصل من بدري بس انا ما خدتش بالي عشان الدنيا كانت ضلمه قوي وانا معلق جرافيك. مكتبه مقفوله، المكتبه هيبقى في مفتاح جوه. تمام، او ما بتقفل الكهرباء ما بتشتغلش تاني. شكرا، يا اما في طريقه انها تشتغل وانا ما اعرفهاش. اوه 2-4 2-4 2-4 اهو. بت 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 بت، اقفل الستاره دي يا عم. انا قفلت الستاره بس. نهارك لذيذ. ايه ده، هي سابتني؟ اكيد ما اتشعلقتش في ظهري ده اكيد يعني. واه ده بيكتب لك فوق فاضل كام مفتاح، يعني هم 10 مفاتيح اصلا. انا ما جربتش ان انا ابص اوقف اللعبه وابص مكتوب فوق ايه. اوكي كده فاضل 8. اوكي كده احنا معانا 8، فاضل 2. ايوه اللايبراري، عايز اشوف لو اقدر اشغل الكهرباء من هناك، عايز انده عليها. يوه انا قفلت المايك. ايه اللايبراري اهي، ده المفتاح اهو. في بقى حاجه ان انا اقدر اشغل بيها الكهرباء؟ لا. هنروح 4-2 اكزت من هنا باي. الحمد لله مش مقفله عند الباب زي المره اللي فاتت. ها ليتس جو. وبالجرافيك القليل مش وحش برضو، يعني اللعبه بقت اوضح اكتر وبقت اسهل. اخرس يا ابن الايه. طيب انت اول ما بتاخد مفتاح الخروج بيترسبنوا عند باب الخروج بالظبط، دي حاجه انا خدت بالي منها. بس الكلام ده في الهارد مود بس مش في النورمال. ايوه ها بس كده. في اي نهايه سريه او اي حاجه؟ لا، هي نفس النهايه بس. اظن دي كده كل حاجه في اللعبه ديت. لعبناها على الهارد، جربنا نخلي اياتو اللي هو الولد هو اللي يجري ورانا نشوفه بيعمل ايه، جربنا نستخبى تحت الديسك وجربنا نستخبى بالضرفه وعرفنا ان انا ممكن تطفي النور. على ما اظن كده دي كل حاجه، بس لو في حاجه تانية انا نسيتها ما تنسوش تقولها لي في التعليقات، نبقى نجربها الفيديو اللي جاي ان شاء الله. في خريطه في اللعبه، في خريطه في اللعبه. بعد ما خلصتها 4 مرات اكتشفت ان في خريطه في اللعبه.